كمواطنين وايضا كرياضيين دائما غنستنكروا هذه المسائل هذه اللي تتوقع في يعني لا في الملاعب داخل الملاعب او خارج الملاعب، ولكن المشكل الكبير هو ملي تتوقع شي مشكله كبيره يعني من ناحيه ديال هذا يعني هذا الشغب هذا اللي تيوقع في الشارع كما وقع في الشارع يعني في مدينه الدار البيضاء تنستنكروه، ولكن عارفين بانه كاين كاين بعض الجماهير هما اللي جماهير قليله لانه هي اللي اثرت على هذه المسائل رغم الاسباب ورغم سميتو، ولكن ما كانش خصهم ما كانش خص داك الشيء يوقع كما اللي وقع في الدار البيضاء. ولكن تنقدم تحيه ديالي للجماهير اللي تتبدع في الملاعب بالروح الرياضيه بهذاك بتاطير يعني كاين بعض الجمعيات اللي تاثروا الجماهير ديالهم وتيخلي بانه باش يكون ديما الفير بلاي، الفير بلاي ماشي غير عند الرياضيين او المسؤولين او المدربين، ولكن الفير بلاي خصو تيكون حتى بين الجمهور، لانه حنايا كنا عندنا واحد الهدف واحد من الرياضه هو نوصلوا البلاد ديالنا لواحد القمه، ولكن ملي تيوقعوا بحال هذه المشاكل هذه تتعكر الامور وتتحبس المسيره اللي حنايا اللي حنا ديما تنطالبوا بها وهي المسيره ديال تطور المغرب عامه.